اهلا وسهلا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مثلي فؤاد. اخواني واخواتي، بغيت نبارطاجي معكم اليوم فيديو هذا فيما يخص الرياضه، الحركات البدنيه. كما ترون في هناك نشاط، هناك مدرب ربما لا ترونه ولكنه في يعني هنا تقريبا موجود. سأحاول أن أريكم. ها هو، وهناك الأكثرية نساء، الأكثرية نساء، فيه بعض الرجال ولكن النشاط هذا متوجه أكثرية إلى النساء. هو غير ممنوع للرجال ولكن متوجه أكثر للنساء، والنساء الذين عمرهم يكون بين 45 50 سنة إلى آخره، حتى 80 سنة. والجميل في هذا هو أن هذه الحركات وهذا المدرب وكل ما هو هنا تم، كل ما تم برمجته، فهو من الدولة، يعني الدولة، يعني كل هذا ليس هناك مبلغ أو شيء، هذا كل شيء مجانا، يعني كل شيء باطل، والدولة هي اللي تنظم هذه الحركات البدنية، وهي عندها أهمية، عندها أهمية من حيث الحالة البدنية يعني المشاركين، ومن حيث البسيكولوجيا أيضا. الرياضة معروف، الرياضة حاجة مفيدة في كثير من النواحي. والجميل أيضا في هذا، سأريكم دوك نوريكم باش ما نديروش إزعاج، دوك نوريكم بلاصة هادي وراهي البرمجة، وين صرات هاد البرمجة تاع هاد الحركات البدنية. ها راكم تشوفوا معايا، حركات نشيطة ومفيدة. وهذا هذا البيلدينغ راكم تشوفوا فيه، هذا متحف، يعني رانا هنايا في التيريتوار تاع متحف ميزي. هذا هو المتحف الأساسي تاع مدينة هلسنكي. شوفوا هذا المتحف التيريتوار تاعه، وها هم الناس، ها نشوفوا المدرب، شوفوهم مليح، ها هو راه يدرب فيهم. والتيريتوار هذا، حديقة هذه تابعة للمتحف، دوك نوري لكم. ها هو هذا، هذا كاع تيريتوار تاع المتحف. وشيء جميل اللي تعجبني فيه فنلندا، كما قلت لكم، هاد البلاد كل شيء للشعب، حتى ولو كان متحف هذا يعني عنده أهمية تاعه وعنده المقام تاعه، ولكن يبقى للشعب، يبقى للنسمة، النسمة اللي عايشة هنا. ها شوفوا، هذه راهي لافيل، هذه هلسنكي راكم تشوفوا، وهذا كاع متحف. ها ولا ها ولا، أنا نتمشوا في التيريتوار تاعه. هما هذه لي باريه تاع المتحف، هما لا، وهذا مازال انا نتمشوا في الكاسل، كاسل ايس موسيو يعيطوا له، الميزي ناسيونال، متحف الشعبي. ها هو هنا كاين بلاصه واحده اخرى ثاني، والناس تبغي تريا زعما باش ما تكونش عندها ازعاج. ها شوفوا، حاطين بنوكا، حاطين لي ترانزات. ها
حتى لي طرونجور كاين، هادو ماشي لنا جابوهم معاهم، هادو في التيريتوار تاع المتحف. يعني هادي جا شويه روطار، هادي رايحه تاني تريني. ها فوالا، دوك نوريلكم لونتري برينسيبال. هادي الخرجه، هادي الخرجه تاع المتحف، ها هي تاع التيريتوار هذا اللي كنا فيه، هانا خرجنا منه، وهذا المتحف بذاته، ها هو لا. لو كان واحد يبغي يدخل الداخل يشوف شكاين في المتحف هذا الداخل، ها هذه هي الدخله برينسيبال، هاي هاي لاتور، هذه معروفه، هاي لاتور معروفه، ها هو لا. وهذه الدخله برينسيبال، هاي مكتوب الداخل افوينا، يعني مفتوح اوبن. هذه هي اخواتي اخواتاتي، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. العلاقه اللي موجوده هنا في فنلندا بين الدوله والشعب علاقه بدون تعليق، والله بدون تعليق. وانا هذه حاجه اللي منبدلها بحتى حاجه، منبدلها بحتى حاجه، لان لي انا مهم كي نخدم في بلاد ونشوف بلي هاد البلاد ترد لي يعني بنفس الطريقة، وتخدم تاني تخدم الشعب اللي يخدم البلاد، العلاقة يعني ثنائية هو الأهم. في وهذه هي العلاقة اللي الناس تبني، والبلدان المزدهرة المتقدمة تبني مستقبل ظاهر، كما يقول لك ها مستقبل ظاهر. وفي هذه نحبسوا مع الازهار هذه، هذه يا اخواتي اخواتاتي. على كل حال نتمنوا البلدان تاعنا ثاني توصل لهذه الدرجه ان شاء الله في يوم من الايام، وما يكون غير خير ان شاء الله. على هذا اخواتي اخواتي نقول لكم حفظكم الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.